سماحة الشيخ، يعني نرجع إلى موضوع زيارة الكبير الفاتيكان لبعض الدول العربية. ما هي الأهداف التي يرمون إليها سوى قضية يعني تطبيع الدين أو تبديل الدين بما يراه المسلمون من هذه الطقوس أو ما يسمى بالقداس؟ نحن نتفهم جدا أن تقام زيارة لرئيس أمريكا أو رئيس فرنسا أو رئيس وزراء بريطانيا أو رئيس وزراء بريطانيا أو رئيس وزراء ألمانيا إلى هذه الدول، أو حتى رئيس الصين أو رئيس اليمن، رئيس وزراء اليمن، ما عندنا مانع. نعم، لأن هذه فيه علاقات اقتصادية وسياسية، وفيه حاجة إلى التصنيع، في حاجة مصالح مشتركة. نعم، لكن البابا رئيس دولة عبارة عن 1000 شخص فقط. نعم، أفراد هذه الدولة لا يمثلون أي ثقل ولا أي خطر، ولا لا تملك جيشا ولا تملك سلاحا ولا تملك ولا مساحة ولا مصنعا. نعم، ولا تملك شيئا. نعم، لو كانت الزيارة لرئيس وزراء إيطاليا لكان أمرا مقبولا، يمكن أن يتعلق بها مصلحة. نعم، بالنسبة لرئيس الفاتيكان ما فيه أي مصلحة لأي بلد إسلامي أيا كان، وحتى البلاد الأخرى التي يأتيها لا يأتيها إلا للتبرك والتقدس به. نعم، والتمسح به. نعم، ولكن لا يترتب على مجيئه اتفاقيات اقتصادية ولا مصانع ولا عسكرية، ولا ما فيه أي فائدة أخرى دنيوية منه. نعم، فكل علاقته مقصورة على جانب الدين. نعم، الدين نحن معشر المسلمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لا نحتاج إلى استيراد الدين من أي جهة. أكمل الله لنا هذا الدين الذي ارتضاه لنا. الله أكبر. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل موته ب82 يوما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، فلا حاجة أبدا لأي ديانة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب ينظر في ورقة من التوراة الأصلية غير المحرفة. نعم، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. نعم، موسى بن عمران لو كان حيا اليوم وجب عليه أن يتبع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم كما نتعلم نحن الآن القرآن. نعم، والسنة. نعم، وأن يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو مصدق لما بين يديه من الحق، مهيمن عليه، ناسخ لكل الديانات. نعم، كذلك عيسى بن مريم عليه السلام، وقد ذكرنا أنه سيأتي ويشاهده ويتبعه ويصير على نهجه. نعم، فلذلك لا نحتاج إلى، ليس لنا أي مصلحة في زيارة البابا ولا في علاقة معه ولا مجيء كاردينالاته وأتباعه إلى أي بلد من البلاد الإسلامية. هؤلاء لا يأتون للدنيا وإنما يأتون للدين، والدين المحرف المبدل. المحرف المبدل. نعم، ونحن قد عرفنا أنه لا صلة له لما في أيديهم بالسماء. نعم، وأنه مناقض لمقتضى العقول ومناقض لمقتضى الفطرة ومناقض حتى للعلم الحديث. صحيح، لو جاء رئيس إيطاليا يمكن أن يفيد، لأن مثلا نحن نعرف أن الكهرباء مكتشفها شاب إيطالي. نعم، الاتصالات شاب فرنسي، وهكذا. نعم، لكن هؤلاء ما عندهم دين ولا دنيا. نعم، فلا فائدة فيهم مطلقا للمسلمين. لا يمكن أن نستفيد منهم تكنولوجيا، ولا يمكن أن نستفيد منهم سلاحا ولا جيشا ولا أي فائدة يمكن أن ترجع من خلالهم ومن ورائهم. لا شك أنهم ملعونون، وأنه تتبعهم اللعنات أينما حلوا، وأن هذا الشؤم يحل على الأرض التي حلوها. نعم، فيأتون معهم بسيئاتهم وأوزارهم وشركهم وكفرهم وكفرهم وتعديهم. نعم، على. نعم، جناب الله. نعم، نعم.